وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة عبر الهاتف الأستاذ محمد عراقي الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. مساء حضرتك. يعني أستاذ محمد، وأنت ناقد رياضي، يعني حابة أتناقش مع حضرتك في الجزئية الخاصة بي، إلى أي مدى أسهم إنشاء هذه المدينة الأولمبية الدولية على أرض مصرية في تسهيل ممارسة الرياضة بالنسبة لكل الفئات، وتحديدا دي كانت مطالبات دائمة ومستمرة من القيادة السياسية بالاهتمام بممارسة الرياضة وربما الاهتمام بالصحة البدنية؟ يعني بلا شك طبعا ان مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية يعني إضافة كبيرة جدا جدا للبنية التحتية الرياضية في مصر. كنا كتير بنتكلم ان احنا محتاجين تطوير كبير للبنية التحتية في مصر، في ملاعب طبعا عندنا كتير الحمد لله في مختلف الألعاب، ولكن كنا محتاجين حاجة يعني تكون تسري بشكل كبير الملاعب ديت في كل الرياضات مش بس في كرة القدم. يمكن في وقت قياسي، اعتقد ان هو وقت قياسي غير مسبوق، ممكن يعني فعلا يكون رقم قياسي جديد على مستوى العالم، تبني مدينه بالشكل ده على كل المستويات، ومش بس مدينه تقتصر على الملاعب، لا كل مشتملاتها من طرق من مستشفيات من يعني بنيه تحتيه مختلفه لكل الالعاب الرياضيه. فبالتالي دي كانت حاجه احنا كلنا انبهرنا بيها. يمكن يعني تواجد منتخبنا الوطني الاول منتخب كره القدم في المدينه الرياضيه طبعا لخوض معسكره قبل خوض بطوله افريقيا، هو يمكن اللي خلانا نبص اكتر على المدينه الرياضيه. وطبعا اكيد بالتاكيد زياره الرئيس عبد التحسيس النهارده للمدينه وتفقده ليها وزيارته كمان للمنتخب الوطني خلانا نبص بنظره اكبر للمدينه دي. لا بجد حاجه تدعو للفخر ان احنا في الوقت ده نقدر نعمل حاجه شبه كده. وكمان يعني لعيبه مصر المحترفين في اوروبا وفي افضل انديه العالم واللي لعبوا في افضل يعني فرق العالم ولعبوا في افضل ملاعب العالم اشادوا بشكل كبير جدا جدا بملعب مصر في العاصمه الاداريه واكدوا ان هو لا يقل عن اي ملعب في العالم. اعتقد ان دي حاجه كبيره جدا، بخصوص خلاف كمان ان هو يقدر ان هو يشيل اكتر من 90,000 مشجع في الاستاد، رقم برضو قياسي ورقم كبير جدا جدا. وبالتالي يعني اعتقد ان كل ده لو ليه مردود او ليه دور فاكيد بيسري بشكل كبير يعني ممارسه الرياضه في مصر لكل الفئات العمريه لكل في كل الالعاب كمان. يعني دايما احنا فكرنا في كره القدم في الرياضه تفكيرنا الاساسي بيكون في كره القدم، ولكن القياده السياسيه فكرها بيكون دايما اعم بيكون دايما اشمل. وده اللي حصل فعلا، ان لما جيت عمل حاجه على مستوى عالي وعلى مستوى احترافي اتعمل على مستوى كل الالعاب، مش لعبه واحده بس، مش كره القدم بس. ودي حاجة أكيد يعني بنوجه الشكر الكبير جدا للقيادة السياسية عليه. طيب يعني وإحنا بنتكلم أستاذ محمد عن هذه المدينة التي ترقى للمواصفات العالمية، يعني لو تكلمنا تحديدا عن جزئية الاستاد الرياضي الموجود داخل هذه المدينة، كيف تقرأ الرقم الكبير الذي يستوعب عدد المشجعين داخل هذا الاستاد؟ إحنا تعودنا في الفترات الأخيرة لما مصر تعمل حاجة بتعملها صح، لما مصر يعني تبتدي تفكر في ان هي تطور حاجه بتجيب اللي هو الاخر بتاعها زي ما بيقولوا. وده فعلا الاستاد ده خير مثال على اللي بقوله لحضرتك ده. النهارده احنا بنعمل استاد مش بس نجيلته ونجيله عالميه، مش بس ان هو يعني بيقدر يشيل اكبر عدد ممكن من الجماهير على غرار اكبر ملاعب العالم، كمان اللي راح الاستاد واللي شاف الاستاد، واعتقد ان يعني ان شاء الله كلنا بعد كده هنروح الاستاد ده وهنكون حاضرين فيه بشكل كبير، ويشوف البنيه التحتيه اللي جواه ويشوف غرف الملابس ويشوف تراك الجري اللي فيه ويشوف ازاي الطرق حواليه عامله ازاي. لا حاجه كده مفخره كبيره جدا جدا لكل المصريين. وانا كراجل انتمي للجانب الرياضي يعني لا باكد، وشفت طبعا ملاعب كتير على مستوى العالم بحكم طبعا سفرنا مع المنتخب مع الانديه وشفنا ملاعب العالم كلها. اعتقد ان الملعب ده واحد من اهم ملاعب العالم في الوقت الحالي بدون اي مبالغه، بدون اي مبالغه هو واحد فعلا من اهم ملاعب العالم، وكلنا شفناه في الفتره ديت. واعتقد الفتره الجايه كمان ان شاء الله باذن الله لما يبتدي بقى يستضيف مباريات خلال الفتره اللي جايه هتبان قوته بشكل كبير، وهيبان يعني الانجاز حجم الانجاز اللي اتعمل في الملعب ده، لان اكيد ما كناش نتخيل ان كل ده يتعمل في الوقت ده. اعتقد ده وقت قياسي فعلا، وقت قياسي ان انت تقدر تخرج ملعب بالجمال وبالروعه وبكل المواصفات العالميه. اعتقد ان احنا بمجرد ما يتم لعب مباريات عليه هنشوف اشادات عالميه من كل يعني المؤسسات العالميه وخصوصا طبعا مؤسسه فيفا.
وبالفعل أستاذ محمد يعني بدأت الإشادات من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. مظبوط فعلا، واللجنه الاولمبيه الدوليه طبعا بتتكلم على المدينه الرياضيه بشكل عام وبشكل كامل، لان فعلا احنا النهارده بنتكلم على يعني مفخره لمصر في كل الالعاب. يعني احنا لما جينا عملنا حاجه زي ما بيقولوا كده، ما رحناش لحته واحده بس او للعبه واحده بس، لا انت رحت في كل الالعاب، طورت في كل الالعاب. النهارده ان شاء الله لما مصر تيجي تقدم بقلب جامد لاستضافه اي بطوله، لاستضافه اي ايفنت عالمي، اعتقد ان مصر هتكون من الخيارات الاولى لدى اي اتحاد قاري واي اتحاد دولي في اي لعبه، ان انت بالمدينه الرياضيه ديت وبالمدينه الرياضيه في العاصمه الاداريه المدينه الاولمبيه، اعتقد ان احنا هيكون الاختيار الاول لاي دوله ولاي اتحاد قاري لما يجي ينظم اي بطوله. ما اعتقدش ان في حد عنده، اعتقد طبعا اكيد في دول في العالم في ناس كتير عندهم طبعا حاجات شبه كده، ولكن احنا وصلنا على طول للاخر، يعني وصلنا على طول للتوب مع الناس الكبار جدا جدا في القصه ديت. فبالتالي يعني بجد حاجه تدعو للفخر لينا كلنا، محتاجين ان احنا طبعا نحافظ على ده ونبني على ده كمان ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه تكون كلها يعني نجاحات كبيره على المستوى الرياضي. طيب يعني حابه اعرف ايضا استاذ محمد يعني ردود الفعل على مستوى الاوساط الرياضيه عن هذه المدينه. يعني انا لو بيتكلمين انا كراجل مثلا صحفي رياضي مهتم بالشان الرياضي، مش 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 هكسف ان انا اقول لك ان انا اتفاجئت، او ان انا كلنا مع زمايلي طبعا المعنيين بتغطيه الشان الرياضي ما كناش متخيلين لما رحنا شفنا مران المنتخب وزورنا معسكر منتخبنا الاول طبعا في المدينه الرياضيه هناك. اعتقد ان احنا كلنا اتفاجئنا، ما كناش متخيلين ان حجم الانجاز واصل للشكل ده. اللعيبه كمان يعني انا دايما بشوف الموضوع دوت، بحب الناس اللي هي سافرت بره وشافت بره عشان ما يبقاش الموضوع مقتصر على يعني نفسنا هنا، لا انا بحب دايما اخد راي اللعيبه المحترفه مثلا. فلما سالنا لعيبه مصر المحترفين اللي بيلعبوا في اكبر انديه العالم، محمد صلاح ليفربول الانجليزي، محمد النني ارسنال الانجليزي، تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، بيلعبوا في اكبر انديه العالم، فلما يجوا هم يشيدوا بالشكل ده ويؤكدوا ان هم ما شافوش الملعب ده في اكبر بلاد العالم، فاعتقد ان دي اكبر اشاده واكتر حاجه احنا يعني منتظرينها من حاجه شبه كده. لان انت النهارده الاشاده جايه من حد شاف كل حاجه، مش مجرد حد بس هو كان موجود في المكان ده بس، لا ده هو شاف كل الملاعب في العالم وشاف كل الناس ماشيه ازاي في العالم كله. فبالتالي لما تيجي الاشاده منه بتبقى اشاده كبيره جدا وعظيمه جدا، وده كمان كان حصل النهارده في زياره الرئيس طبعا فتح السيسي لمنتخبنا الوطني. اللعيبه مش بس شكرته على اهتمامه بالمنتخب ودعمه الكامل طبعا للمنتخب الوطني، لا شكروه ان كان في عهده اتعمل مدينه رياضيه بالشكل ده واتعمل ملعب اولمبي بالشكل ده، واكدوا له ان هم يعني ممتنين جدا جدا للي حصل في الفتره ديت، ومتاكدين كمان ان الفتره اللي جايه هيكون في حاجات شبه كده اكتر. اعتقد ان الاشادات لسه منتظره، يعني لسه احنا ما شفناش حاجه زي ما بيقولوا، لسه الفتره الجايه هتكون الاشادات اكبر واكبر ان شاء الله. طيب استاذ محمد وحضرتك ناقد رياضي، يعني حابه استغل وجود حضرتك معانا، يعني زي ما احنا عارفين انه منتخبنا المنتخب الوطني يعني يبقى ايام ويبدا مشواره في كاس الامم الافريقيه. النهارده واحنا بنشوف تفقد سياده الرئيس لهذه المدينه الرياضيه وهذا الصرح الرياضي الضخم ولقائه بلاعبي المنتخب، الى اي مدى ده بيكون دافع ليهم لتقديم افضل ما لديهم داخل الملعب؟ هو طبعا يعني الرئيس طبعا النهارده يعني ما اكتفاش طبعا بتفقد المدينه الرياضيه طبعا بالكامل، لا وحرص كمان على زياره منتخبنا الوطني وزياره معسكر منتخبنا في المران اللي كان مقام صباح اليوم. كان في استقباله طبعا وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي واستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره المصري، كابتن حازم امام المشرف على المنتخب. يعني طبعا اعتقد ان مفيش دعم اكتر من كده، لما يكون الدعم جاي من راس الدوله زي ما بيقولوا، هو اللي بيدعم المنتخب وهو اللي بيوصل رساله الشعب المصري كله. ودايما الرئيس السيسي بيتكلم باسم فرحه الشعب المصري وسعاده الشعب المصري، هو ده اعتقد هدفه الواضح وهدفه الكبير، ودي الرساله اللي وصلها للعيبه النهارده. هدفنا اسعاد الشعب المصري، هدفنا رسم البهجه على وجوه الشعب المصري، هدفنا ان احنا ان شاء الله نقدم مردود كبير. طبعا اكيد الهدف
كعاده برضو الرئيس السيسي ان هو دايما عايز اكتر حاجه وافضل حاجه، فاكيد هو هدفه البطوله وده اللي طالبه طبعا اللعيبه. النهارده اللعيبه برضو اتكلمت مع سياده الرئيس ان هم يعني بصراحه شافوا كل الدعم، مفيش دعم افضل من كده، معسكر ولا اروع طبعا في العاصمه الاداريه، الملعب زي ما اتكلمنا عليه ملعب يعني مفيش افضل من كده، دعم يعني غير محدود للعيبه وللجهاز الفني. حتى مستر فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني اشاد طبعا بالدعم الكبير دوت، وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا على الدعم الكبير. ويمكن اللعيبه النهارده يمكن محمد صلاح طبعا بصفته قائد منتخبنا الوطني شكر السيد الرئيس على دعمه الكبير، واهداء تيشيرت منتخب مصر موقع من كل اللاعبين يعني طبعا يعني كتذكار بسيط من اللعيبه، وبيدلوا فيه بس على امتنانهم لسياده الرئيس على الدعم الكبير اللي بيقدمه لهم خلال الفتره اللي فاتت. ويمكن حرص الرئيس طبعا على التقاط الصور التذكاريه مع اللعيبه، واكد لهم ان هو يعني هدفه واضح، هدفه اسعاد الشعب المصري، وهم اكدوا له ان هو ده برضه هدفهم وان هم التارجت بتاعهم ان هم يحققوا البطوله لاسعاد الشعب المصري على المستوى الكروي ان شاء الله باذن الله. حظوظنا كبيره جدا جدا، اقامه البطوله في كوتيفوار طبعا ادغال افريقيا، وطبعا يعني الدنيا ما تبقاش افضل حاجه على مستوى الجو على مستوى الارض، ولكن احنا خلاص تعودنا على كده. مصر هي سيده افريقيا ومصر هي اكتر منتخب حاصل على البطوله، فبالتالي احنا واخدين على كده، وياما خدنا البطوله من افريقيا وياما خدنا البطوله في اجواء صعبه جدا جدا، وبالتالي الجيل الحالي دلوقتي منتخب مصر يملك جيل قوي جدا جدا على راسه طبعا محمد صلاح ولاعبتنا الكبار جدا اللي متواجدين واللي بيلعبوا في افضل فرق العالم. اعتقد ان هم قادرين على الفوز بالبطوله. المنافسه صعبه مع منتخبات كبيره ومنتخبات مصنفه، ولكن دايما احنا بيتقال علينا الروح، يعني روح المصريين بتفرق في المواقف الشبه كده. هي دي الروح الحقيقه اللي ظاهره ما بين لاعبي المنتخب الوطني وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه انا بشكرك جزيل الشكر استاذ محمد عراقي الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك.